السلام الوطني، السلام الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. أن لمصر أن تهدأ، أن لمصر أن تضمد جراحها وأن تخطو بخطوات واثقة نحو المستقبل، مستقبل ديمقراطي حقيقي بدأ بانتخابات حرة نزيهة تمت تحت بصر العالم كله في متابعة منظمات المجتمع المدني الدولي والداخلي وهيئات دولية كثيرة، منها الاتحاد الأوروبي والأفريقي والكوميسا والبرلمان الأوروبي واتحاد الساحل والصحراء وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي والسفراء المعتمدون سواء على مستوى الانتخابات التي تمت في الخارج أو في الداخل. وسوف يثبت التاريخ أن هذه الانتخابات التي أجريت غير مسبوقة، كان حاكمها المعايير الدولية للاستقلال والنزاهة والتجرد، كان حاكمها المعايير الدولية للاستقلال والنزاهة والتجرد والمهنية وفقا لما هو معمول به في أعتى الدول الديمقراطية، وليس بخاف على حضراتكم التقارير الأولية للمنظمات الدولية والمحلية والهيئات التي تابعت العملية الانتخابية، ولا أريد أن أذكر لكم مقتطفات من هذه التقارير حتى لا أطيل عليكم. لقد حصد هذا الشعب العظيم غرسه وانتصرت إرادته وظهر للعالم أجمع المعدن الحقيقي له، ولجنة الانتخابات الرئاسية، هؤلاء القضاة العظام جزء من هذا الشعب تعيش همومه وأطراحه كما تعيش بهجته وأفراحه، عزمت منذ بداية عملها وتعاهدت ألا تخشى إلا الله ولا تعملوا إلا وفقا للدستور والقانون ولا تصدروا من القرارات إلا ما يحقق صالح مصر. انتقدها كثيرون وامتدحها كثيرون، وهي ماضية في طريقها دون أن تلتفت إلى وعد أو وعيد، متحسسة نبض المواطن المصري الذي أحست بثقته
فيها ودعمه لها ولجهودها بالدعاء حتى أتمت عملها. وها هي اليوم تضع نتيجته أمامكم. أقدم معالي المستشار أنور رشاد العاصي ليعلن النتيجة النهائية للانتخابات، فليتفضل سيادته. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. السيدات والسادة، نلتقي بكم اليوم وقد أنجز الشعب الاستحقاق الثاني وقبل الأخير من استحقاقاتنا الديمقراطية، فقد أصدر الدستور وانتخب رئيسه، ولم يبقى سوى انتخاب أعضاء البرلمان. لقد بدأت لجنة الانتخابات الرئاسية عملها منذ نهاية عام 2013 متوكلة على ربها، لا تضع نصب عينيها سوى الدستور والقانون، ومن قبلهما وبعدهما مصلحة مصر، مراعية أبعاد دورها الذي هو في الأصل دور قانوني يتماس مع بعض الاعتبارات السياسية، عازمة وصادقة العزم على أن تجرى انتخابات حرة نزيهة شريفة، مثالا يحتذي حذوه الدول الأخرى وتتفق مع المعايير الدولية. حرصت اللجنة منذ بداية عملها على أن تكون قاعدة بيانات الناخبين دقيقة، فناطت بعضو من أمانتها الإشراف على القيد التلقائي والحذف والتحديث وفقا لصحيح القانون. وإذ صدر دستور 2014 مؤكدا على دور اللجنة، وصدر القانون 22 لسنة 14 محددا الإطار العام للجنة ومفصلا اختصاصاتها وطبيعة القرارات الصادرة عنها واستقلالها التام عن أجهزة الدولة المختلفة، مع التزام هذه الأجهزة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها. وإعمالا لهذا القانون أصدرت اللجنة القرار رقم 1 لسنة 2014 الذي يتضمن كيفية مباشرة اللجنة لأعمالها. وقد انفتحت اللجنة على مختلف الشركاء في العملية الانتخابية من متابعين دوليين ومحليين وإعلاميين، وفتحت أبوابها للجميع، وأتاحت كل معلوماتها لكل المهتمين بالعملية الانتخابية في الداخل والخارج، مراعية حق الشعب في تتبع خطوات اللجنة وأعمالها، معرضة تمام الإعراض عن الرد على أي انتقادات قد تشغلها عن إنجاز أعمالها، مقتصرة في الرد على إيضاح الجوانب القانونية والإجرائية الصحيحة للعمل محل النقد. فتحت اللجنة أبواب الترشح وترتب عليه إغلاق قاعدة البيانات، وأصبحت عصية على العبث بها، ولم يتقدم للترشح سوى المرشحين اللذين خاض السباق، كانت أوراقهما مستوفاة بعيدة عن المطاعن، ومن ثم فقد خلت القائمة النهائية من غيرهما. بدأت اللجنة الدعاية الانتخابية وانتهت دون أن تصل اللجنة أي شكاوى من أي من المرشحين. ورصدت لجنة الضبط الدعاية
بالأمانة العامة مخالفة دعائية لكل مرشح تم التحقيق فيها وحفظ كل منها لعدم التأثير على كامل العملية الانتخابية. وبدأت اللجنة في طباعة أوراق الانتخاب بطريقة مؤمنة تماما عن العبث والتزوير، مما كان من أثر أن كشفت اللجنة بسهولة بعض الأوراق التي ادعى البعض عبر المواقع الإلكترونية أنها أوراق انتخابية، وبينت للجميع أنها بعيدة تماما عن الورقة الانتخابية ووسائل تأمينها. كما استعدت اللجنة للعملية الانتخابية في الخارج وفي الداخل، فشكلت لجانا قضائية لاختيار المقار الانتخابية وتحديد ضوابط لاعتبارها صالحة، ووزعت عليها الناخبين توزيعا عادلا بحد أقصى في كل مركز انتخابي، بما يكفل سهولة وسرعة ممارسة المواطن لحقه في الاقتراع. وكانت زيادة عدد المقرات التي أحدثتها اللجنة ذات أثر فعال في انسيابية التصويت التي شهدها الجميع. واعتمدت اللجنة ورقة انتخابية تحمل اسم المرشح وشهرته ورمزه الانتخابي وصورته، منعا لأي لبس من جانب ما لا يعرف القراءة. وأكدت على أن يتم فرز الأصوات داخل ذات اللجان الفرعية بحضور مندوب المرشحين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وأتاحت نسخة من عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح إمعانا في الشفافية. تم إتاحة جميع قرارات اللجنة والبيانات الإعلامية وكافة المعلومات عن العملية الانتخابية من خلال الموقع الإلكتروني للجنة باللغتين العربية والإنجليزية. اتبعت اللجنة نظاما دقيقا وفعالا لتلقي الشكاوى من خلال لجنة مشكلة من القضاء وممثلين من كافة الجهات والوزارات المعنية، وتم تحديد رقم موحد لتلقي الشكاوى بخلاف البريد الإلكتروني والفاكس. وفي سبيل التيسير على الناخبين ومنعا للتكدس أمام مراكز الاقتراع، استحدثت اللجنة أمرا غير مسبوق، وهو أن يكون باللجنة صندوق واحد يهيمن عليه القاضي اختصارا للوقت والإجراءات، مما أدى إلى اختصار زمن العملية الانتخابية، وأوجدت منسقا ليرشد الناخب عن رقم قيده بالكشوف، فضلا عن الزيادة التي أوجدتها اللجنة في مراكز الاقتراع والتي تصل إلى 2000 مركز اقتراع، فالقاهرة على سبيل المثال وباعتبارها أكثر المحافظات كثافة كان بها 498 مركزا، بلغت في الانتخابات الحالية 823 مركز، ولكم أن تقدروا الفارق. وزادت اللجنة من عدد اللجان الفرعية عن الانتخابات الرئاسية السابقة، حيث كانت 13,099 لجنة فرعية، بلغت في هذه الانتخابات 13,899 لجنة فرعية لاستيعاب الزيادة في أعداد الناخبين وتيسير عملية التصويت. ولعل ذلك كله يفسر تساؤلات البعض بشأن اختفاء كثافة الناخبين أمام اللجان. واستخدمت اللجنة كل وسائل التكنولوجيا الحديثة وبصورة